موضوع الملاريا ده مهم جدا، لازم نعرف ان الملاريا ده مرض قاتل، وده موجود في عدة دول خصوصا في المناطق الاستوائية في افريقيا بالذات، وفي جنوب شرق اسيا، وفي امريكا الوسطى. المناطق دي موبوءة بمرض الملاريا، واللي بينقل لنا مرض الملاريا هو البعوض. ده اهم سبب لنقل المرض للانسان. بيجي في المرتبة الثانية ممكن من الأم الحامل للجنين بتاعها، وده نسبة قليلة جدا، أو من الحقن الملوثة الناس اللي بتتعاطى مخدرات، وده برضك نسبة قليلة أوي. لكن أهم سبب مصدر للعدوى هو البعوض، واللي بينقل لنا العدوى هي أنثى بعوض الأنوفيلس. الذكور ليس لها علاقة بالموضوع لأنها تتغذى على رحيق الزهور، أما أنثى بعوض الأنوفيلس هي اللي بتسبب المرض.